أخبار اقتصادي آخر، الجزائر تحاول جاهدة تعويض هبوط النفط وتدارك التراجع الحاصل في عائداتها وإيراداتها عن طريق طرح سندات محلية. نعم عبدالله، الجزائر تخطط لإصدار سندات محلية الشهر القادم كمصدر لتمويل تعويض تأثير انهيار أسعار النفط العالمية والذي أدى إلى خفض إيرادات الحكومة من الطاقة بمقدار النصف العام الماضي. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال أن الحكومة الجزائرية قررت عدم اللجوء إلى المديونية الخارجية، لكنها ستصدر سندات حكومية شهر أبريل بفائدة 5%، ولم يقدم سلال تفاصيل عن حجم الإصدار أو أجل الاستحقاق، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيقتصر على البنوك والشركات الجزائرية المحلية أم لا.